أعزائي التلاميذ، السلام عليكم. مرحبا مرة أخرى معنا في سلسلة الدراسة عن بعد. اليوم إن شاء الله تعالى سنقوم بدعم الدرسين 27 و28 الذي سبق وأن درسناهم في الحصص السابقة. إذن كما جرت العادة، خذ الدفتر الوردي، الدفتر الوردي الخاص بدعم الدروس، إذن وأكتب تاريخ اليوم والعناوين وقم بتنظيم الدفتر. إذن السؤال الأول يقول: أحسب ما يلي. إذن لدينا عملية الجمع طبعا، أضع وأنجز. عندما أطلب منكم حساب جداء أو جمع أو طرح، فمن الطبيعي أن نقوم بوضع وإنجاز العمليات. إذن سبق وأن تعرفنا على جمع الأعداد العشرية. مسألة: بمناسبة عيد الفطر اشترت أم قطعة ثوب طولها 6.50 سنتيمترا من الثوب لصنع 3 فساتين لبناتها زينب، عائشة، فاطمة. وجدت الأم فستان زينب يحتاج إلى 1.2 مترا من الثوب، بينما فستان عائشة يحتاج إلى 1.75 مترا، أما فستان فاطمة فيحتاج إلى 2.15 مترا. والمطلوب هنا لدينا: ما هو الطول الحقيقي للثوب الذي استعملته الأم في صنع الفساتين الثلاث؟ إذن هنا طبعا سنقوم بجمع الأطوال الموجودة لكل فستان الخاص بكل طفلة. نعم جيد. ننتقل إلى السؤال رقم 3: أكتب ما كان النقط الوحدة المناسبة. إذن قبل أن أكتب الوحدة المناسبة أو العدد المطلوب بالنسبة للوحدة، ماذا أفعل؟ أقوم برسم الجدول في مسودتي، ثم بعد ذلك أقوم بوضع الأرقام الموجودة لدينا هنا في الجدول بشكل مضبوط. دائما أبدأ بالوحدات بالنسبة للأعداد العشرية. سبق وأن قلت لكم: أكتب الصفر مكان ماذا؟ مكان اللتر، 0. إذن الخانة الذي يوجد فيها اللتر أكتب 0، وثم بعد ذلك أقوم بتكملة الأعداد المتبقية. نفس الشيء بالنسبة لي 5.95 و17.5. انتبه لي الوحدات المطلوبة. بالنسبة أيضا كذلك بالنسبة للأعداد الصحيحة، هنا لدينا أعداد عشرية وهنا لدينا أعداد صحيحة. إذن 9 هكتوليتر سنقوم بتحويلها إلى اللتر، و 123 سنتيلتر سنقوم بتحويلها إلى ديسيلتر، و 25 ديسيلترا سنقوم بتحويلها إلى اللتر. دائما مع رسم الجدول في مسودة معينة، وأنتبه إلى وضع الأعداد في المكان المخصص للوحدات المطلوبة. بالنسبة للسؤال رقم 4، سؤال رقم 4 مسألة في نفس الدرس، هو درس قياس الساعات. إذا لاحظتم أننا هنا لدينا درس جمع الأعداد العشرية وهنا درس قياس الساعات. إذن سعة قنينة دواء هي 22 سنتيلترا، ما هي كمية الدواء باللتر اللازمة لملء 30 قنينة من نفس النوع؟ إذن هنا سأقوم بحساب باللتر طبعا بعد أن نحسب الكمية الدواء التي يمكن أن نقوم بملئها في 30 قنينة من نفس النوع. انتبه، من نفس النوع،
إذن هنا الجواب واضح. وبهذا سأترككم أعزائي التلاميذ لكي تقوموا بإنجاز هذه التمارين، وإن شاء الله تعالى سأقوم بتصحيح هذه التمارين غدا إن شاء الله. دمتم في رعاية الله تلاميذ الأعزاء، وإلى اللقاء.